بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Peace and mercy of Allah upon you. Today, اليوم هنتعلم كيف أربط قناتي في اليوتيوب بحساباتي الأخرى في فيسبوك أو تويتر أو انستغرام أو أي موقع آخر. Today we will learn how to link our channel on YouTube by my other accounts. We will open the basic page for YouTube ونفتح الصفحة الرئيسية في اليوتيوب. Then we will go to our channel and نروح على قناتنا my channel. بعدين تفتح لنا الصفحة دي، هنا هيكون مكتوب تخصيص القناة customize channel. نضغط على تخصيص القناة أو customize channel. بعدين تفتح لنا هذه الصفحة. It will open this page and will press on about. By Arabic you will find here. هتجد هنا حول. بعدين تفتح لنا الصفحة دي. بعدين هننزل تحت على links. هنضغط عليها links. طبعا هنا عندك هتكون فاضية الحاجات دي، فلما تضغط على لينكس هنا هتظهر لك الخانة دي زي ما هنشوف دلوقتي. وهنا برضو لو انت مشترك في حاجة في موقع وعايز تضيف كمان حساب آخر تربط قناتك بحساب آخر أيضا هيظهر لك هنا، بعدين هتضغط هنا. If you link your channel by any account and you need to link your channel by other accounts, you will press here. So we will go down here. This will be empty for you. And you will press here added. And here you should to enter the word one word for the account like this Instagram, Facebook, Twitter. هتكتب هنا كلمة واحدة فقط اللي هي للموقع. وهنا هتعمل كوبي للرابط بتاع الصفحة بتاعتك. هنشوف زي هنا مثلا، هنشوف هنا مثلا موقع اشتركت على موقع تاني اسمه تمبلر. هناخد هذا الرابط هنعمله كوبي. We'll take this link and we'll make copy. ونرجع تاني للصفحة بتاعتنا ونضغط هنا ونعمل paste. وهنا نضغط زي ما قلنا فقط الكلمة اللي هي Tumblr. بعدين هتضغط edit يظهر لك هاي، يظهر لك هنا الرابط بتاع صفحتك على هذا الموقع. في نهاية
الفيديو بتاعنا، أتمنى يكون الفيديو حاز على رضاكم، وإذا عجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليوصل لكم كل جديد، وإذا في حد عنده أي تعليق أتمنى يكتبه تحت. In the end of our video, I hope you like this video, and I hope from each one to subscribe and press like and press on the sign for the bell to receive any new videos for me. وفي آخر الفيديو أحب أقول إن أنا عملت هذا الفيديو باللغة العربية واللغة الإنجليزية علشان يستفيد منه الفريقين. شكرا لمشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.